جبال الملح بمحافظة بورسعيد، مزار سياحي وتحديدا في بور فؤاد. كل الناس بتيجي هنا اهو، شايفين المنظر، الناس بتحب تستمتع هنا. ده السير اللي بيطلعوا فيه الملح عشان يحطوه كده على الجبال اهو، عشان يبقى بالمنظر ده. ادي السير اهو، شايفين السير من اوله. ده السير اللي بيجي عليه الملح من اللحوط جوه اهو اهو، وبيكملوا للاخر. ده السير اللي بيعمل الجبال بقى اهي بتاعت الملح، تمام. احواض بتبخر الميه، وعن طريقها بيمشي في السير بتاع الملح اهو. عمو ما فيش ميه هنا، ويعمل الجبال دي مع البوابه. امال بعيدة ولا يلا عمو، يعني لو عايزين نغسل الجبال هو ده على البوابه بره. طب يا جدعان بره الجبل، من فوق الجبل اهو. طبعا انا عشان اطلع اصور لكم المنظر ده مشكله، بس عشان اطلع هنا انا بنهج، لان طلعت فوق يعني انا مش مصدقه نفسي اصلا اللي طلعت وعايزه الناس طبعا تنزلني. شايفين وادي السير اهو اللي لسه مكلمكم من شويه عليه. صراحه منظر صعب، وانا تعبت لما طلعت. منظر رائع. اوه